مسرحية كتير صعبة، مسرحية منا عادية، مسرحية بعتقد الجمهور هو الشخص الممثل الثالث معنا، يعني لازم يكون عم بيفكر ويحلل معنا ويفوت بأجواء بأكوان موازية. أول ما قريت العمل لقيته كتير عمل صعب، صعب للجمهور إنه يقدر يمكن يستوعبه. خفت، ووقتها بتخاف بحس إنه هيدا شيء كتير مهم، انك تقدر تعمل شيء منك معود عليه، شيء يكون تحدي لألك.